ضربكم تفاصيل واقعة مأساوية، يعني يعني أسرة شاب وجدوه مقتول، وهتحكي لنا تفاصيل الواقعة وخبر الوفاة جالهم ازاي وايه اللي حصل معاهم. اتفضل عرفني بنفسك، انا هاخد متوفي مجدي الاول محمد سعد رحيم. ايه اللي حصل بقى، احكي لي ايه اللي حصل وخبر الوفاة جالك ازاي انا كنت في الشغل، جالي تليفون اخويا صغير رن عليا قال لي تعالى اشوف مات غريب في حادثه، ورحت بصيت عليه والدنيا بايظه بالراحة معاه، بس كده. الدنيا خالص بايظه معاه، وفي كم خبطه في دماغه والدنيا بايظه خالص معاه. طيب اخوك الكبير اتصل عليك قال لك ان اخوك متوفي ولقيناه غريق، حصل لما رحت المشرحة ايه اللي كان في اخوك بالظبط؟ احكي لي شفت اخوك فيه ايه؟ اخويا كان وشه زرقان خالص، وشه خبط يكون وشه وارم ومزرق وما تعلمش بقى، مخنوق ما مقتول ما تعرفش ايه يعني، ربنا هو اللي يجيب له حقه الاول والاخر. طب كان في اصابات؟ كانت في خبطه كبيره في رجليه، زرقان كبير كده، وخبطه في دراعه، في دراعه، هو ده اللي كله شفته. خبطة في رقبته، في رجليه، وفين؟ وفي دراعه تحت، وفي دراعه. كان في ومعاه اصابات تانية؟ كانت في هنا خبطة هنا في رقبته هنا كده، زي ما يكون حز أو حاجة، بس بعد ما مش عارف ايه هي، عايز ارتاح. يعني انت لحد دلوقتي ما تعرفش سبب الوفاة؟ أنا ما أعرفش خالص، ناس كتير بتقول ناس قتلوه، أقول لك ناس رموه، ما تعلمش في الحقيقة فيه. أنا عايز ربنا يجيب له حقه في الأول وفي الآخر. حقه هيرجع ان شاء الله وهيظهر الحق، بس إيه لحد دلوقتي ما فيش تقرير طبي طلع يعني قال ان رحت لغيت السجل الميداني بطلع، بقول له عايز بعد اذنك عايز اطلع شهاده وفاه، قال لي طب هات تعليق، هات ثبات الوقت وفاه ايه، بقول له طب ما فيش، بعت للنيابه 3 مرات، رحت برضه طب عايز الورقه ديت السجل اللي بعت لي ليها، قال لي ما طب لسه التوقيع الشرعي لسه ما جاش، توها كده ما نعلمش فيها ايه. طيب آخر لقاء حصل بينك وبين أخوك كان إيه؟ شفته فين؟ قابلته فين؟ انا اخر مره جاي مني جاي واخد، قال لي هات سيجاره، اديته سيجارتين مفيش حاجه، وقلت له طب مالك، قال لي مفيش اي حاجه، انا رايح فيها قعد مع واحد صاحبي شويه وخرج، وجيت تاني وقعد 3 ايام برضه، يعني يجي يبص في البيت بصه ويمشي ويبات بره، وكان اليوم الاخر دوت يعني ما كانش ده ربنا اللي يعلم به. طب هو يعني مجدي كان مثلا ليه أعداء؟ كان عامل مشكلة مع حد؟ أي لا حاجة من مفيش الحاجات دي؟ خالص، اللي يعرف مجدي يعني ما بيقولكش، مجدي حاجة تانية خالص، مجدي يعني لو قلت لك يعني لو تتغلط فيه قدام منه ممكن يبص الدماغ لك، انا حقك عليا مفيش اي حاجة، وكان قلبه ابيض مفيش غباء مفيش اي حاجة، وربنا هو اللي لو يجيب له حقه. كنت قلت لي قبل ما نطلع انه بيجي لك في المنام. ايوه جالي كام مرة في المنام برضه، بيقول لي جالي وزعل، بيقول لي فين حقي، وانا برضو مش عارف اعمل له ايه، مش فاهم. مش جالي جالي وزعلان وبيقول لي فين حقي، فين حقي، جاي يقول لي دراعك اتقطع، بقول له لا ازاي، لا سليم زي ما هو، قال لا دراعك اتقطع يا عبيط، دراعك اتقطع. هو اللي بيقول لك كده في الحلم. ايوه بيقول لي دراعك اتقطع، انا بقول له لا دراعي سليم، هو مجد مفيش حاجه، انت مالك، قال لي لا دراعك اتقطع، اسمع مني دراعك اتقطع مفيش. فتحت عيني ما لقيتش، قعدت اعيط. ربنا يصبرك وان شاء الله حقه يرجع. يا رب. يعني احنا معانا برضو ابن خاله الكبير وكان قريب من مجدي ويعرف عنه كتير، هيكلمنا عن مجدي وهيكلمنا برضو خبر الوفاة جاله ازاي وايه اللي حصل. مساء الخير يا استاذ محمد، انا احمد عبد الحليم ابن خال المرحوم مجدي جمال محمد عبد الرحيم. والله يا فندم احنا جالنا خبر وفاة مجدي ان هو متواجد في مشرحة شبين القناطر. تمام. فما كناش مصدقين، لان مجدي يعني الله يرحمه ملوش اعداء، حد خجول جدا، حد طيب، حد محترم، حد في حاله، وكان راجل صنايعي على الله. فكون ان هو يعني يجي لنا خبر ان هو في مشرحة، طب ازاي؟ كانت صدمة كانت بالنسبة له. صدمة، وصدمة لأهله، وصدمة لوالدته ولوالده، لدرجة إن لما جم طلبوا إننا نتعرف عليه، معظمنا اتعرف عليه، والده من الصدمة ما قدرش يدي قرار، فبالتالي النيابة اتخذت قرار إنهم يحللوا DNA. فبناء عليه فضل مجدي محتجز في المشرحة حوالي 7 أيام لحد ما النتيجة جت، وبهو
واندفن يوم الثلاث اللي فات من حوالي 9 ايام. تمام. واحنا من يوم 5/3 لحدتنا النهاردة 20/3 مش عارفين تقرير الطب الشرعي قال ان ابننا مثلا ميت ازاي، ميت موتة طبيعية، ميت غرقان، ميت مقتول، الاقوال كتيرة جدا يا فندم بين الناس. بس احنا مش عارفين، فاحنا بنناشد السادة المسؤولين ان هم يعني يريحونا، لان مجدي الله يرحمه بيجي لاخوه في الحلم ولوالدته ان فين حقي، فين حقي، انتوا ساكتين عليا ليه، مش انتوا اهلي، هاتوا لي حقي. واحنا يعني احنا ناس غلابه ويعني بصراحه ما لا حول لينا ولا قوه. احنا في دوله قانون وفي دوله عدل، وان شاء الله حقه يرجع له. احنا محمد عشمانيين في ربنا سبحانه وتعالى، ثم في القانون ان يجيب حق مجدي، لان مجدي ما يستاهلش اللي حصل معاه. مجدي حد طيب جدا، فبالتالي عشمانين في ربنا سبحانه وتعالى وفي القانون ان هو يجيب لنا حقنا. فبنناشد السادة المسؤولين يريحونا، يعرفونا ابننا مات ازاي، يعني موتة طبيعية ولا مات غرقان زي ما قالوا ان هو طالع من بحر، ولا مات مقتول ما بين طريقين عندنا، الطريقين لقريتين، يعني الاقاويل كتير. انتوا مش مرتاحين، واحنا مأمنين وبص وحمدين ربنا على ربنا راضيين، بس من حقكم تعرفوا اذا كان ايه سبب الوفاة. يعني معلش عشان يعني هو يرتاح واهله يرتاحوا، بدل ما بيهاجم اهله في الاحلام ويقول لهم لا، يعني بيقول لاخوه دراعك اتقطع. حالتها سيئة جدا. ام اتفاجعت في ابنها الكبير. بيزور والدته برضه في المنام ويقول لها اي حاجة؟ ما بعتش. احنا اخر مرة كنا هناك امبارح، ووالدته واخوه ووالده هم كلهم على الكلام دوت، وبيحملونا ان احنا اولادهم. يا جماعه فين حق مجدي؟ فين حق مجدي؟ طب احنا عايزين نعرف مجدي عشان نرد عليهم، نقول لهم ان كان مثلا ميت موته طبيعيه ولا ميت مقتول ولا ميت غرقان ولا ايه التفاصيل، احنا ما عندناش معرفه بيها خالص. فاحنا بنناشد الساده المسؤولين يريحونا لوجه الله، يريحونا ان شاء الله ترتاحوا، وان شاء الله يعني الحقيقه تظهر قريب جدا. انا بس يعني عايزك برضو تحكي لي مجدي بيجي يقول لك ايه بالظبط في الحلم، لان الموضوع يعني غريب. يعني بيجي لك يقول لك انا دراعك مقطوع، بيقول لك ايه بالظبط؟ جاي بيقول لي، بقول له مالك يا حبيبي ايه؟ بيقول لي لا يا عبيد دراعك اتقطع. انا بقول له ازاي دراعي سليم اهو الحمد لله ما فيش اي حاجه؟ قال لي لا يا عبيد دراعك اتقطع. طب اقول له لا يا ابني والله ما في اي حاجه. انا بقول، قال لي والله بقول لك انا دراعك اتقطع خلاص ما فيش حاجه. اخوه مش طبيعي اللي من دول، في حاجه دراعك اتقطع. وبعدها ما شفتوش تاني. حاسس ان انت مقصر في حقه، وحاسس ان انت مش عارف تجيب له حقه. كلنا يا استاذ محمد قصرنا مع المرحوم مجد الله يرحمه. لان حد انسان طيب جدا، حد يعني ممكن نقول على الفطره، حد طيب، حد خجول، حد ما بيطلعش من بقه العيبه. يعني شاب عنده ما يقرب من 39 سنه، عمره ما اساء لحد، عمره ما عمل مشكله مع حد. يعني مش عارف، احنا انا اخر مره كنت بتكلم مع ابن عمه قلت له احنا كلنا قصرنا في حق مجدي. مجدي رحمه الله عليه كلنا قصرنا في حقه. وانا شايف الحقيقه انكم ناس راضيين بقضاء ربنا، سواء مات غريق فانتوا يعني الله يرحمه، مات مقتول عايزين حقه بالقانون. بالقانون احنا ناس يعني ناس في حالنا. وان كان ابننا فعلا حد ارتكب فيه الفعل دوت او اتقتل، فاحنا عشمانيين في ربنا وفي القانون نجيب لنا حقنا ان شاء الله، حقه يرجع. واحنا في دوله قانون وحقه راجع باذن الله باذن الله. شكرا لحضراتكم مشاهدي ومتابعي تليجراف مصر في كل مكان.